هاي، حبينا أو لا تاخد إعلانات الأفلام حوالي 20 دقيقة من وقتنا قبل بداية كل فيلم سينمائي بالصلاة. بداية التريلرز كانت سنة 1913 وما كانت لتسويق أي فيلم وإنما لعرض برودواي الموسيقي The Pleasure Seekers لما استخدم نيلز تي جرانلوند مشاهد من التمارين لهالعرض. وخلال سنة صار ينفذ إعلانات لأشهر الممثلين بهالحقبة منهم تشارلي تشابلن. كلمة تريلر مشتقة من مكان الأساسي بعرض الفيلم ويلي كان أصلاً بنهايته. المسوقين بوقتها اكتشفوا أنه قسم كبير من الناس بيغادروا مباشرة بعد انتهاء الفيلم فصاروا يعرضوا تريلرز بالبداية. إنتاج تريلرز صار بوقت لحق محصور بالناشنال سكرين سيرفيس. مين قال أنه ألفريد هيتشكوك كان سبب فك الحصرية بالستينات لما بدأ بإنتاج إعلانات أفلامه بنفسه؟ أنا قال شوفكم بكرة.